أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قانون لإدراج 8 أشخاص وسبع شركات على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة تقديم المساعدات العسكرية والمالية للنظام في سوريا، فيما لا يزال القانون بانتظار إقراره من قبل الكونغرس. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن من بين المستهدفين بالعقوبات شركة شحن تستعين بها القوات الجوية السورية ومديرها، كما ستستهدف شركة دعمت النظام بإطارات طائرات ومدير مبيعات تلك الشركة، إضافة لشركتان ورجل قدموا دعما لمركز أبحاث مسؤول عن إنتاج أسلحة غير تقليدية في سوريا. وصراف حول أموالا بين سوريا وروسيا ولبنان لحساب حكومة النظام. هذا وتتضمن العقوبات أيضا تجميد الأصول المالية للمستهدفين في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم. وفي سياق آخر، قال المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب إن رئيس النظام بشار الأسد رجل سيء ارتكب أفعالا فظيعة، لكنه أوضح أن إسقاط الأسد أولوية يعد أقل بكثير بالمقارنة مع قتال تنظيم الدولة. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر سكايب من الولايات المتحدة عمر حسينو، مسؤول مكتب العلاقات السورية الأمريكية. أهلا وسهلا بك سيد عمر، ما مدى فعالية هذه العقوبات الجديدة على داعمي النظام في حال صادق عليها الكونغرس الأمريكي؟ هي العقوبات صدرت من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، صدرت بسبب الشخص قيصر اللي هو إجا من سنتين على أمريكا وفرج الكونغرس صور التعذيب بالسجون السورية من قبل النظام السوري. فمن سبب هذا الشخص تسمت هذه العقوبات على اسمه عقوبات قيصر أو سيزر. وهي يعني هي القانون صدرت من اسبوع ونجحت من لجنه من اسبوع، بتشدد العقوبات على اي شخص بيدعم النظام السوري. فما بس يعني ما بس بتشمل سوريين بس، ولكن كمان بتشمل ايرانيين او روس او اي حدا بالعالم بيساعد باي شكل للتعذيب بسوريا، لمساعدة النظام بسوريا، كمان أي قطاع بالاقتصاد السوري إلى أي علاقة بالحكومة السورية، ومنهم الطاقة أو الاتصالات أو يعني كل هالقطاعات بالاقتصاد. فهذه العقوبات يعني ظن لو بينجحوا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ رح يعطوا الرئيس أمريكا قوات أكثر مشان يشدد العقوبات على النظام السوري أو أي حدا بده يساعد النظام السوري، ويعني مع ذلك بخوفوا الناس من مساعدة النظام السوري. طيب كمان سيد عمر، يعني بيمنع دخول أمريكا لأي واحد بيساعد النظام أو هيك. فيعني في مصالح تعطي يعني تعطي مصالح للرئيس مشان يعمل أكثر. طيب سيد عمر، البعض رأى أن وجود مثل تلك الجهات الداعمة لبشار الأسد يعني أن الأسد لا زال يستطيع الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه أمريكيا، كيف ترى هذا الأمر أنت؟ نعم، ما سمعت السؤال. سألتك سيد عمر، البعض رأى أن وجود مثل تلك الجهات الداعمة لبشار الأسد يعني أن الأخير يعني بشار الأسد لا زال يستطيع الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، كيف ترى هذا الأمر؟ نعم طبعا، يعني مو بس هيك، يعني العقوبات الاقتصادية فقط ما راح تسقط الأسد وما راح تكون الضغط الكافي ليرحل الأسد أو ليوقف حتى يوقف الأسد يعني قتل الشعب وقتل الشعب السوري. ومع ذلك للأسف الاتفاق الصفقة مع إيران اللي هي نجحت من شي سنة، يعني من سنة وثلاث أربعة أيام من هلأ، عطت إيران 150 مليار دولار. ونحن بنعرف أكيد بالسنة اللي فاتت إيران استعملت كثير من هالمصاري لتساعد منظمات الإرهابية مثل حزب الله ومثل النظام الأسد بشان تذبح الشعب السوري. كمان بعتوا جنود إيرانيين أكثر يعني بشان يقتلوا الشعب. فيعني حتى مع هذا القانون
يعني هذا القانون وهدول العقوبات عقوبات بسيطة بالنسبة لل يعني للمصالح. طيب سيد عمر، ترامب إيران والنظام. نعم ترامب صرح أن الأسد سيء، ولكن إسقاطه لدى ترامب له أولوية أقل بكثير من قتال تنظيم الدولة، يعني قتال تنظيم الدولة له أولوية أكبر. في حال وصل ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، هل يمكن أن يقوم بتدخل أميركي ما ضد الأسد أم ذلك مستبعدا؟ امبارح ترامب حكى أمام أكثر من 70 مليون أمريكي بخطابه بشان مجلس الحزب الجمهوري، وقال أنه سياسة هيلاري كلينتون الفاشلة لسقوط الأنظمة في سوريا والعراق وليبيا هي اللي أدت إلى داعش، وهو رأيه أنه السعي لإسقاط نظام سوريا كانت خطأ كبير اللي هي أدت إلى داعش، ولكن بنفس الوقت عمل مقابلة مع جريدة نيويورك تايمز وحكى فيها أنه هو يعني سألوه أنت بدك تشيل الأسد ولا بدك تخليه، هو قال لأول مرة بالتاريخ قال أنا ما قلت أنه ما بدي شيل الأسد، بدنا نشيل الأسد بس قبل ما نشيل الأسد الأولوية لنشيله لداعش. طيب ذكر أيضا ترامب سيد عمر أن واشنطن خسرت تريليونات الدولارات بسبب السياسة الأمريكية السابقة في الشرق الأوسط، في حال وصول ترامب للرئاسة ما هو مستقبل الدعم الأمريكي للمؤسسات الثورية وبعض فصائل الثوار؟ ترامب حكى أنه هو ضد مساعدة مو بس يعني مو بس المنظمات الأمريكية بشان نشر الديمقراطية بسوريا وهكذا، بس كمان هو ضد أي مساعدة للمعارضة المسلحة اللي هي عم تقاتل الأسد وداعش. هو قال أنه لازم نحن نشيل داعش ونركز على داعش، لأنه هو برأيه كما حكى امبارح أنه داعش والأسد أعداء وعم بيحاربوا بعض، ونحن بنعرف أنه يعني شركة IHS جيمز ببريطانيا بتدل أنه 96% من غارات الأسد هي على المعارضة المعتدلة مو على داعش، وأنه داعش كمان أكثر من 90% من الوقت ما بتحارب الأسد. بس مع ذلك برأي ترامب أنه داعش والأسد بيكرهوا بعض وعم بيحاربوا بعض بشكل مستمر، فلذلك نحن يعني أمريكا لازم نشيل داعش قبل ما نشيل الأسد. وهو برأيه يعني هو كمان ترامب كتير يعني كتير ضد إصراف مصريات أمريكا خارج أمريكا بدون سبب، يعني حتى هو اللي بالنسبة للسعودية وبالنسبة حتى للناتو اللي هي التحالف الأطلسي اللي بتشمل أوروبا وكثير من الدول اللي إلى تاريخ أكثر من 50 سنة، حكى أنه نحن مساعدتنا لهدول الدول لازم هن يعني ما لازم تكون ببلاش. شكرا يعني لك. إذا منساعد لازم ناخد شيء منهم. فأنا برأيي لو بالنسبة لمؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني بسوريا، هو رأيه لترامب أنه إذا رح يعطي مصاري بده شيء بمصلحة أمريكا من هدول المؤسسات المجتمع المدني، لازم يعملوا شيء ليساعدوا أمريكا بشكل مباشر. جزيل الشكر. لياخد مصاري من شكرا أمريكا. لك. كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية عمر حسينو، مسؤول مكتب العلاقات السورية الأمريكية. شكرا كثير.